خطبه ما برجسوا خطبه دينيا هنا عربيا استحتاج دتك دحدي او يري رجل غريب بانهي جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه لن غريب ايانه دين دي اسلام كعصب او يمد دين دي اسلام كان وح كا ويديو خطبه النبي خطبه الجمعه انت النبي جوجيي ايو كدادعو نيكي هلكي بو اوو تغي كرسيي با لا دبا قاده النبي عليه الصلاه والسلام مساله اللي مساله الرب انو النبي ويديي مركو ويديي او دمهيسري ايو النبي سو نوقدو خطبه دي النبي دمهيسري ومعلم هذا المعلم تهينا مثل كاغو النبي محمد عليه الصلاه والسلام مثل الاعلى عدات قدينيسو النبي محمد عليه الصلاه والسلام حدات قائد امداد تهينا وفير صدقات النبي محمد عليه الصلاه والسلام نرير باديو اعرابيا اي النبي جنو صحابتي سهريره كسودان غدال انتو كغييمدي ايو عمامه النبي غوي النبي هونغوريغا كغا قبتي مرغاس وليبا هذا الادق كويري حولها الهي اكتادا او دغاي ادغونا مليهد اوغا عبد المطلب نم مل نصيبو كيري انتو النبي قوسليب كويري سي يبورا بقول هلادو غيل اسغن لس حاكم هذا عدك أمت تلديد آل حيث أما مقال حكم أما ودن حكم أما تولى حكم أما تلريد هاي عدك آت قد ديني سوى نبي محمد ومثل الأعلى دين أول با وحاو نبي قبا شريات دوي هاي مثال كي أسرين لقد ديني إن آت قد بلي بان تمو ياني قد بخساري ميسي أبدا أبدا لماذا لأن إلهي بايد وإن تطيعوه تهتدوا حتى النبي محمد أدرى عذانه وتكون يتان وهذا ننتين بإلى هيري تبارك وتعالى صحابة النكا إني قعد ولا تقام بيكو هميين ولكن النبي قول الله عدي انتو قصلي صحابة عرض بكبا بينا يا مرقام النبي قول ساين انتو يقام قصلا وحو كويني وروحا ودونا سيبو نبي قول كحيو بيت المال كي هو سيبو غني مدي قال هذا الله سوى قادم النبي قصة أو قيبيني كان انتاسية كان انتاسية كان انتاسية إن عربي ورير بادية أي صحابة استحتاجوا قيل يوري والله قيبت الله قيبيي لقوا من عدالة فلن إلهي درتنا اللهم بحمو هذا القاعدة اللي قوليها هواي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قالوا فلس دلقاتك النبي قال لك سيد النبي قوم مدى سكوكو وضيك مدن لقيبي لقوم عدالة سمين إلهي درتين اللهم لقم جيدو هذا القانين قال لقول يا إما شخص كلا والنبي محمد مركا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا مغلاي مركا النبي قوتك عليه الصلاة والسلام مركا أبو النبي قوشي مركا بوجه النبي قايا مركيب الدور صبوس بدلي مركا النبي قويري هذا إلهي نبي محمد عدالة حقه ذا كيما أيا كلو عدالة سمين النبي قوي سو قبت ومن كحيل النبي قبوه سبر برنك ماذا حدث زمن كان ممدد ثلاثة هذا حيث وردن كي دوني هجوغان يا قائد قائد الأعظم قائد كي وينايا ومدد هجوغان كي إلهين وقل دي بي هل كي كلا جوغان برسكو ايك ساسو ايك النبي صلى الله عليه وسلم مركا سويري إلهي النبي محمد هدي إياك عدالة حقه ذا كيما أياك لو عدالة سمين كرم رسوله مرقابو النبي قويري ولالكي موسى عليه السلام انت اكد بدن بوالا دبا او صبري برسول لان القرآن كان نبي قبنا اي القرآن هو اصول الدعوة اصول الدعوة دا قرآن كان لقا برتا وفق مومي قوحا حكمين ايه وقرآن كويان هداد عروة قرآن كنقو هدين لقو قوقف قرآن كنقو هداد تلو مدهد كاقر عن قرآن كنقو وين ادنقو تمرجعاك وينو هذا قرآن لماذا لأن القرآن هو كلامك إلهي تبارك وتعالى عدالة دميستر ما قرآن كنت دميستر ومحكمة عدالة دميستر مرقابو النبي يقول ولالكي موسى عليه السلام ونبي موسى انت انك بدن بأسك أنا والا دماغ أسك الصبري لأني أنا والا صبري بك لك تعمل مرقا وحك الإيمي يالو صبر بأي يالو صبر بدنا دلقات بدنا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام مسؤول إسقى أمة ثلاثة دحية كضعيف كقوي كإلهي أضيع
كعبادتي سناقس كتحي كحق إلهي إلى لنايا كحق بني آدم كولي أنت ميسرين كأخلاق ذو وناكسن كأخلاق ذي سؤال ليدتو كدينت كفي عن كدينت ولي كدقن جيغا كفي عنين انت بالنبي جينو عليه الصلاة والسلام ومدي سوسكو وضي نبي رسولة والله اختباري تضبادي هبلوضو لها أمر كليا لقا وضا دلي ونفتا لقا وضا قبتي مسك الصبر تضبادي ويلو لها أمر كليا إسرائيل مسك الصبر باريه تجارتي حولو لها يودن مر كليا لقا قال مسك الصبر برقاسا جركي سيولي من حنون لقو ردي مسك الصبر حنون نوعية قاري وعلى جركي انتو دم ماضي حريقة يلا فاس كودقن بس مرقاسا واح اهلا واح اوصو عالي حاسكي سي مرقاسا قرابة دي سي كويرا دين اما مقالة دا ادبو نوغا بح اما نكوها كاغا بح ماي انا انيغا فضوضا انيغا تغيب اي بيتو كوكي سي بنان كابي اسارتي قيد بي هوستي سلكتي سيدي دي يتبصنو اي علومة دا قرشيغان ايو قيد هوستي في subax dibe ka tagaysay magaalada ay u soo noqonaysay dadkii u shaqeyn jirtay aqalada ay ka shaqeyn jirtaan wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga u geeyay jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku taraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka ino soo tuuraan nabi ducadi sallallahu aqbala ayaat ahay ilaahay ma noo bariid ha ka qaada xanuunkan oo dadkan ku dhex noqonay marka buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay barwaaqadi buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daaima qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanna ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyaadu nicmaday eegeen mar walba dadna munim ka marka way ka xishoonayaan ilaahay way ka xishoonayaan marka abu xaaskiisa ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay baa muddo yar baan waadkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha kamida labadii dad isay ugu dhaweeyday qaraabadiisa ayaa marka u yimaadeen sheed ay ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaani meenu xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu marka nebi ayuubu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay uu gurgurtay deedna meeshuu ku xaajoonaya markuu ku soo xaajooday geed kale geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadii sanawaatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fii suurati alambiyaa waid naadaa wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya adduru wa anta arxamu araaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodo u qaylo dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaah aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista kugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibkaa iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa yidhi halkii uu joogay baa lagu dhihi lugtaada ruuxa ku dhifo orkud barijlika 18 nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awooddee yacni adagu asbaabtii la kaalay weeyaan annagaa biyaha soo saarayna lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadamka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysaan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba ilood oo biyaa ina waxaa la yidhi ku maydho ina waxaa lagu yidhi cab uu maydhay jirkiisi waa caadi uu cabay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhan banaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskii sida magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 17 halka aan la joogay oo maanta aan ka tegay magaaladan ugu maqnaayo aan u shaqo tegay miyaa miyuu dhintay
مدوغاك باقاتي ولي بدل لغير نمد يسينا هذا هو آدكو بو أكاية فور بي بسيب الله دهي مرقازو الأيوب وآني قبو كي أنا أيوب أنا أيوب أيوب كي أدكا قدتك دي سرير تدوشي إذا إيه جيفي إكي إكري لها وإسكي دعان دعاي لي دعاني با إلهانو أقبرك مستقام هذا أغددك دين تود كسبنا دان وعدوك تحالد وحديت ما تحالد وح دائما ما سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سيقدر صديتي يقول لي بعيل كان آني قالي يدو هدام الله أقوم سقاس كله وابين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تهو يري سعيد سعيد وابتوبان كي جنة اللو بشاري ينين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور مركاسو وا والله كاسو دعوه يا سعيد ويا كاسو دعوه سلا تابا كاسو دعوه تضغط وما حي كاسو دعوه دول يدو عيله ده هاي بات قادة تيبه يلا ليه ومع العيل كا يضل يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولى دول أولهين تاكد دول أولهين نك الظلم كو قاتب نبي قيري مالك القيامة وحل قو عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لو قو حلو آيا قورت لو قلين لورن دونا جيدو لكا لما نكعي كريو ما نو حديث كان نبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولت هاي حق بني آدنين عن ظلمك وقاتل إلهو حتى يقول بأن أبو راني سبويني عند حق قاب حد دل أدو عند حق قادم وياني هل كان عيشيك سيلاه قد البويني تلقي وقاك عاج حق قادة تبورسية وإن نباش دم برقاسي أوران جرتي ويا بارك سعيد با يقول دعاي ويا بارك سعيد بن زيد با يقول دعاي ايدو ان دلو دلكي اي كوشيغته اسغ وريغي سو ان دلا اي عيلكي كو دحداي بل عيلكي با كو دحداي لغما با سو سارن هلكي با قبرغي لغا دغو لغو اس حق بن ادم كو عيار ما ما انو نبي محمد كم مغلي تا كا ان لا ايغو دل حق الناس نيكا قردره كو قاتا todobada dulba qiyaamaha qorta loo galiya oo lagu yiraahdo la kaco jiid lama na kici karabu nabi guro ma jiidi karaayo maanu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay usmaan oo inaan dul binaadan aan xaqdar kaga qaadan ilaahu haday ugu been abuuranaysay buu indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dilbu waxa soo alla ka baq waxa binaadanka xaqooga ka joojinay waa maxay والله كبا بركة إلهي كو حساب تميزين وكو أركا يو وكو مغلا يو آخر إن يجرتنا يكو هر تالو حق بنا آذان إنا أبنا داكو ديرن بيسي لكن غور موقف بنا آذان كو إلهي إنا ظلم كقلا بنا آذان كنا ظلم كقلا وامر كو إلهي إلو بو آخر هذا نو خط كسا إنبا علماتو كشاكا يان حشكو أصو قصدي مركو إحرام كي مركو حدي إيه وصور دقا قو حجيش كي دفك حجيدي وصور راعي أيا وحا الله بلابي مركا تلبية دي والله بلابي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك مركا ساكور كي سلقا لي هي لا لبيك ولا سعديك حشكا قا إيا سفر كا قا أدو صور دقا قضي إلهي كاما أقبل آي لغا من أقبل دوشي سلقا نواقا يا كامد كدن بيا الله مغشي كيف جوجيو كويري سكار ما هو هذا ما مغلي سن جواب حاد مغش مركا ترى لبيك اللهم لبيك كركا قال لغلي يا لا لبيك ولا سعديك حشكا يا عمر دادا يا سعي غا يا سفر كا غا لغا ما اقبلين با لغا ما مغلي سن سكار اجدل العقل سكار سقرش كان كان بحني مركز سويل ما مقشها هذا بقى أنه ما توكلي ما مقلبوه تضبي الله بقى تنسنه
ونهرو حجي جوابتها وان مقلا يا لكن ما هذا يبي وايو هلك هدان كتغو هدان إلهي كهوس دقاقو ونساق مروال بأن ويدساني وعينو توبطة إيقا أقضلو هل كي كلون تقابلي شيء قول ما هي سميلك لك مجرى هدان الباب كيسا قراعي وعيو الباب كي كلون قراعي بلي شيء مركز والله مجرى أسسك كي دابو كي دعو كأمان هل كأمان جو غاي مرد قاضي وبلاب حاج كبال لك قاري ضواف كيبو السمعية ضواف القدوم لبيك اللهم لبيك ياركينا وضوا سعدا قلت لك السنة يا وحو كم مغلا كركي سولة قال يا حي لبيك وسعديك وانكو أقبل لي ضواقا قوان أجيبي حشكا قوان أقبل لي تضبي الله باتنك يا حجي وري أدو حجي دورنا والله قا أقبل لي دم بيقين والله قا نفر حق موسى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أقوصا رحمة دي سواء الله سيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمرك اللون دي بي ومرك النبي قد جوه ذكي انتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بقاش لها مرك يبدا عبد السوق كوي بجرى اللي ألابتي سيبو قاتو دكتو صارتي عمر بارك نيكو سي سعودة قال يا أبا بكر إلى أين حول دواشقة تقيا وطلع دي أمد دورنا بعدك مدح لغا ساري مدح ليلي ورير كي غايا إي بلين سو أنو كم سور ما يو إلهي ويدين ما يو مسلمين تودن باللوغة ديگة مسؤول مدح خليفة رسول الله هو إياه مسؤولية دا او قبتينا لعاق باتكو قادن ماشا بسو ديگة نسو إنك ما أنت كورب أنك مركو مسؤول لغة ديگة دولة دا محل نبان لو دورنا يمحو سعودة بيقولتا أرمحو سعودة يوا لعاق في عن هشي مالا انا سيفي عن هوجه جبستي لو حل بانكي بل ورانا يولون بنين ميل والبي يكو صدا ما حين مسؤولية دا امي اركين ماشي عيال قوقع يكبي لنا يا مسؤولية دا وحيو اركين وحل لقي امد النبي قال الله خدميني واذيق امدين امد هو اذيق يا الهي خلاص قاعدنا كان هاي نسيو ابو بكر رؤيا بي ور عيال كيين رير كيين ما هلي ليسن مصاريف تودي أنا كمسؤول أنا كشورين يعني هذا نبهر تالك فريسو ما حلي رسالة دي تولي والله شوري يي وحلو شوري يي ما دام أفرر لها إن بيت المال قال لك سيا مصاريف غير كيسك فلا نف جحي إنه أكل ما يبي مالول برير كيسك الخاص يراشين فلا لا بدي سنة وتلاذة ومدها يي دور كي بلاد تيسي مركيت مدي قد كان لغور ذي أبي بكر الصديق الله الرالي كان نقضي إن كيسي عبد الرحمن من أبي بكر والله عقد سيدا أيا بيت المال كي مدي عبد الرحمن من عوفوها مالية نكي هاي أيور العقد بيت المال كوعلي مركز سداد العقد حقت قوة دجوجي وعد أبا الله ونحرسته أيا يقولت دردار مو يري هذا تيدي نقطة مانتا واحد ديا مانتا أنا قلت للبان كلها مقالة ذي مدينة للك إيبيا لعقت كصوب أحد بلوكا لبدي السنة يدور كي بلود التلاذ أمد عن هي بيت المالكا لعقت على أكبا كقادنا مصاريف تي ويعني إيجا علي أبو يدي أنت إني سو هذا نحن كنا حلو قبت أبو يدي عبد الرحمن بن عوف ويا المحل لا ده أبا قدر دار مسلاس لعقت على أبو علي هالكي بيت المال وصدوق قاتي ومصاريف تي إني كو أدو قرتين ورير كستيني لبادي سنادود ايوه بحي قرانا ايي دولكي اولها مركان ايبينينا وحاو نقول دردار من العقتا ان الكيقي لقاقي علي بيت المال كالقو علي
عمر بن الخطاب بن لوك يعني عمر وهويي أبي بكر الصديق وابو أبو بكر وقبري أبو بكر بدلت عمر وعود ما ذا هذا أديك دابا دا إيمان إيسا والله واد دالسوك قادم إنه بكر وانا دالسين بكر صدق أولينا يا أبو بكر وقطع إلى وانا دالسين بكر لبدي السنة دور كي بلاد وطلاد أمته هايي وانا قيدي قيدي عليه بيت المال كينتاس حكام الزمن كينا كورما فعاصم حاكيني والله كبق إلهي بك عب سنين آخرة دي كل حساب تمين مركاسا كوغي مضحاها حق إلهي نوا إلهي حقوق دي بن آدم كان ساسو اسكا إلهي كوغي فقير كاها حق إلهي نسلو اسكا إلهي حقي دات كان اسكا إلهي.